الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله حمد الشاكرين، حمد الطائعين، حمد المستغفرين. أحمده جل جلاله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا ملء سمائه وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الكرام، أيها المؤمنون بالله ورسوله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن اسم الله الحفيظ، وكيف أن الله يحفظ عباده وكتابه ودينه والسماوات والأرض والرزق إلى غير ما ذكرنا عن حفظ الله. وما سنتحدث عنه اليوم مكمل لما ذكرناه في الجمعة الماضية فيما يتعلق بالحفظ، لكنه حفظ من نوع آخر، حفظ محفوف بالرحمة. سبحان الله، هل هناك علاقة بين الحفظ والرحمة؟ نعم. اسمعوا يا عباد الله إلى قول الله جل في علاه في سورة يوسف، قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظ ورحمة، قالها يعقوب عليه السلام لما ضاع منه يوسف وتذكر أن الفرقة حلت بينه وبين ابنه الحبيب، وأن فلذة كبده لا يدري هل يعود أو لا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال بعض العلماء: فقد يعقوب عليه السلام، فقد ابنه يوسف عليه السلام، فقده أكثر من 20 سنة تقريبا، فرده الله الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا من كل أحد وهو أرحم الراحمين. رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه. خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. يقول ابن عباس: فليرحمن الله العباد يوم القيامة رحمة ما خطرت على قلب بشر. الله أرحم بعباده من الأم بولدها، فما ينزل بالناس من مكروه فهو واقع بهم من رب الرحيم، فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى منه وأوجع. وهذه عقيدة راسخة في قلوب أوليائه وأحبابه، ومهما حدث فإنه بتقدير الله الحكيم الذي رحمته سبقت غضبه. وهذا يقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالطود الشامخ في الأحداث والأشياء والأشخاص التي تحدث وتحصل بتقدير الله. ورحمة الله بعباده هي الأصل حتى في ابتلائهم بالضراء والبأساء، فهو سبحانه
يبتليهم ليرفع من درجتهم أو يكفر من سيئاتهم، وأيضا حتى يميز الخبيث من الطيب، وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. ومن رحمته سبحانه بهم أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها، ولئلا يطمئنوا بها فيرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره سبحانه. فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فالله منع الناس ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فرحمة الله وراء كل لمحة، ورحمة الله وراء كل حالة، ورحمة الله وراء كل وضع وكل تصرف. والنفس واثقة بأن الظفر على يديه يجري، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حتى في الرزق يا عباد الله، الله يحفظه لك أيها العبد ويرزقك إياه بقدر وفي وقت معلوم. واسمعوا كيف يحفظ الله الرزق للعبد ويعطيه إياه في وقت معلوم، فهو الحكيم الرزاق الحفيظ. عبيد الله ابن عباس رضي الله عنهما هو أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. عبيد الله هو أصغر من أخيه عبد الله، أصغر منه بسنة، كان رضي الله عنه كان جميلا وسيما، من رآه عرف أنه من أبناء الشرفاء والكرماء، وكان عظيم الكرم وعظيم الجود، يضرب به المثل في السخاء، بل إنه كان لا يجارى في هذا، وكان كل يوم ينحر جزورا، كان في كل يوم يذبح جملا. فنهاه أخوه عبد الله وقال: يا أخي ما هذا، أفنيت مالك؟ فلم ينتهي عن ذلك، بل صار كل يوم ينحر جزورين كرما وجودا وسخاء، يكرم أضيافه ويطعم الفقراء والمساكين. استعمله علي رضي الله عنه في وقت خلافته على اليمن، وأمره على الحج، وأمره بالناس أو على الناس في الحج، فحج بالناس سنة 36 و37 من الهجرة. خرج يوما رضي الله عنه في بعض أسفاره، وبينما هم في الطريق خرج مع مولاه، وبينما هم في الطريق رأى خيمة لأعرابية، فقال لغلامه: دعنا نذهب عند هذه الخيمة ونبيت فيها الليلة عند أهلها. فمضيا، وعندما رآهما الأعرابية رحب بهما وأدخلهما بيته، ثم مضى إلى زوجته وقال: يا امرأة، لقد نزل علي ضيف شريف كريم، وهو لا يعرفه، هل عندكم من عشاء لنطعم الضيف؟ قالت: والله ما عندنا إلا هذه الشاة التي لبنها هو حياة ابنتك. فقال الأعرابية: لا بد من ذبحها. قالت: ويلك،
أتقتل أو تقتل ابنتك؟ قال وإن. فأخذ الشاة والشفرة وخرج بهما وهو يرتجز: يا جارتي لا توقظي البنية، إن توقظيها تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي. فذبح الشاة وطبخها وهيأ طعامها وجاء بالطعام لعبيد الله رضي الله عنه ومولاه وعشاهما وناما عنده. وكان عبيد الله رضي الله عنه قد سمع ما دار بين الأعرابي وزوجته، فلما أصبح قال لغلامه: كم بقي معنا من نفقة؟ قال: بقي معنا 500 دينار. فقال عبيد الله: ادفعها كلها للأعرابية. فقال الغلام: يا سيدي، أتعطيه 500 دينار وقد ذبح لنا شاة ما تساوي أكثر من 5 دراهم؟ فقال: ويحك ويحك، والله إنه لأسخى منا وأكرم وأجود، وإنا لنعطيه بعض ما عندنا، وقد أعطانا كل ما يملك، بل قد آثرنا على نفسه وولده. فلما بلغ معاوية رضي الله عنه هذا الخبر قال: لله در عبيد الله، من أي بيضة خرج ومن أي عش درج، أتعب بكرمه من بعده. وانظروا يا عباد الله، حفظ الله رزق الأعرابي ثم جعل عبيد الله سببا ليعطيه إياه في الوقت الذي قدره الله. فسبحانك يا ربي ما أكرمك. فثقوا يا عباد الله، ثقوا أن الرزق محفوظ عند الحفيظ، بل لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، لنبذل أسباب الحفظ ليحفظنا الحفيظ جل جلاله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هكذا القرآن يا عباد الله، إن أبحرنا في معانيه زدنا حبا لله، وزدنا تعلقا بالله، وزدنا تمسكا بدين الله، وزدنا شوقا للقاء الله، وزدنا رغبة في كتاب الله. وتذكر دائما يا عبد الله، تذكر دائما أيها الحبيب المحب، أيها المبارك، تذكر أنه إذا عطش قلبك فلا تسقه إلا بالقرآن، وإذا استوحش فلا تؤنسه إلا بذكر الرحمن، فمن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه، فطوبى لمن آواه ربه وكفاه واشتراه ورضي عنه وأرضاه. وكلما زدت من الخير زادك الله، فكلما زادت الصدقة زاد الرزق، وكلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في حياتك، وكلما زاد ذكر الله زادت الطمأنينة، وكلما ازددت محافظة على أذكارك زاد حفظ الله لك
وتذكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله هذا شرط يجعل له مخرجا هذا وعد ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة. فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة، وثق بالله وثق بحفظ الله، وتذكر أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نحبك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا، جملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر عملا صالحا ترضاه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، خص منهم إخواننا في بورما. اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في بورما، كلهم ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معينا يوم فقد المعين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم انصر جنودنا على الحدود، كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز.